واحد بيقول ايه معنى الفاظ الحبر الجليل ونيافة ومثلث الرحمات اللي تطلق على المتنيحين من الاباء الاساقفة والبطاركة. مثلث الرحمات يعني مش رحمة واحدة بس تقول الله يرحمه، يعني بيرحمه بالثلاث، مثلث الرحمات يعني عبارة زيادة في الرحمة بالنسبة له. نيافة فيها كلمتين احنا بنقول إذنيب بشويس، إذنيب يعني السيد، ونيب بتنطق نيف او نيب يعني سيادة، وساعات نيافة بتطلق بمعنى الكسرة، ينوف عن كذا يعني يزيد، يعني نوع من الزيادة في الاحترام. يعني الحبل بتطلق على رجال الإكليروس، ولذلك سفر اللاويين ساعات في الترجمة الكاثوليكية يسميها سفر الأحبار، يعني رجال الدين. فهو حبر يعني رجل من رجال الدين، الجليل معروفة، نياسة يعني الزائد في احترامه أو السيد، مثلث الرحمة دي مش هتسأل دلوقتي بالنسبة له يعني.